Problem 13. Reverse is prime. هون حنشوف كيف الأفكار بتبلش تفوت بقلب بعضها وتكبر حتى تولد exercise كبير. بهذا الاكسرسايز عم يطلب منا السؤال نقرأ رقمين من اليوزر ونطبع كل شي في أرقام بيناتهم بشرط أنه هالأرقام اللي بدنا نطبعهم يكون الريفيرس تبعهم هو prime. يعني مثلا أنا بقرأ من اليوزر 10 و100، بصير بدي اطبع بين 10 و100 كل الأرقام يلي الريفيرس تبعهم is prime. إذا منفكر شوي بالإكسرسايز ومنجزئ الأفكار منلاحظ أنه عندنا تجميع لبروغرامات عاملينها قبل. أول شيء بده كل الأرقام بين رقمين، يعني هيدي فور لوب لأنه أنا بعرف من وين لوين، من أول رقم لتاني رقم. سو كل الأرقام يلي بين رقمين شو بيكون اسمهم؟ بيكون اسمهم I، لأن نحن دايما بس نعمل فور لوب بيطلع عندي the variable I. سو كل الأرقام اللي بقلب هالفور لوب اسمهم I. هالأرقام I شو بدي أعمل فيهم؟ بدي أفحص every I منهم. كل I لازم أعمل لها reverse، ونحن تعلمنا نعمل reverse. بعد ما أعمل لها reverse بدي أفحص هالreverse إذا كانت prime. إذا كانت prime بطبع the current I. يعني إذا حبينا بس نكتب هيك الخطوات اللي بدنا نعملهم، أنا في عندي the variable I اللي هو أرقام يمكن من 10 ل100، هولي كلهم اسمهم I. بكل جولة شو بدي أعمل أنا؟ بدي جيب reverse of I، هذا حنسميه مثلا reverse. من بعدين بدي أعمل check if reverse is prime. إذا طلع yes، if yes شو بدي أعمل بهالحالة؟ print i. so عندي أنا i هن كل الأرقام، كل واحد منهم بدي جيب variable reverse اللي هو reverse تبع i. هالreverse بفحصه إذا كان prime، إذا طلع prime بطبع الـ I لأنه هو بدوني أطبع الأرقام يلي الـ reverse تبعهم is prime، مش حأطبع الـ reverse، أنا حأطبع الرقم I. so هاي منعرف نعمله، هيدا program الـ reverse، وهاي منعرف نعمله، هيدا program الـ prime، ومنعرف نكتب loop، ومنعرف نعمل condition. so the exercise is simple، منه صعب قد ما كنا مفكرين. هات لنبلش نكتب دغري. so أول شي بدنا نقله لليوزر يعطينا رقمين حتى نجيب الأرقام اللي بيناتهم. يعني بدي أنا int num1 وnum2. console.write مش write line، رح نقول له please enter the first number، ورح نخبي اول رقم بالnum equal int dot parse of console dot read line. نرجع please enter the second number ونحطه بالنم 2. طيب شو صار معي لهلأ؟ صار معي الرقمين اللي بدي اعمل loop بيناتهم. loop بعرف من وين لوين، من num 1 لنم 2. بما أني بعرف اللوب من وين لوين، so هي for loop. so for int i equal مش 0 هالمرة، هي num 1 لا بدي بلش من num 1 i less than num 2 i plus plus. so once أنا بقلب اللوب أنا معي i. مين هي i؟ I هي كل الأرقام من num1 لnum2. شو بدي أعمل for every I؟ for every I أنا بدي جيب الريفرس، من بعدين هيدا الريفرس بفحصه إذا prime، بعدين بطبع الـ I إذا طلع prime. therefore step number 1 find
the reverse of i. بدي ارجع اذكركم انه انا رح اعمل الاخطاء اللي ممكن يعملها اي بروجرامر جديد حتى تتعلموا شو هي الاخطاء الكومن يلي ممكن تصير معنا. So بدي اعمل reverse of i. نتذكر انه reverse شو بده؟ بده variable للريفرس، ومثل ما تعلمنا انه لازم يكون equal لزيرو لانه في عنده عملية multiplication، بدي اول مرة تبلش زيرو. طيب to find the reverse، شو هو الreverse؟ الreverse هو عملية while. while شو؟ كنا عم نعمل while على الفاريبل اللي بدنا نعمله reverse. الفاريبل اللي عم بعمله reverse فعليا هلا هو i. سو طالما انه i شبه i، طالما انه شو مثل ما تعلمنا قبل، طالما انه i is not equal لزيرو. So as long as i منا زيرو انا بدي فوت على هيدي اللوب. وهيدي اللوب شو بحط بقلبها؟ reverse is equal الريفرس القديم times 10 زائد الاي مود 10. اذا بتحضروا الفيديوز اللي قبل بتكونوا فهمانين شو هي الفورمولا منين اجت. So reverse times 10 plus i mod 10. اول مرة reverse is 0 so 10 times 0 بتروح بيطلع عندي بس اخذ الجت من الاي بتخبى بالريفرس. ومشان انا اقدر اسحب كل شيء في ارقام تانيين لازم اعمل i equal i divided by 10. لما بعيد هالعملية كذا مرة الاي بتوصل للزيرو بتوقف، من بعدين بيطلع عندي بقلب الريفرس الريفرس تبع الاي. So بعد ما جيب الريفرس وانا بطلع من هاللوب ومعي الريفرس اوف i، شو بدي اعمل؟ بدي اشوف check if i check if the reverse if reverse is prime. كيف بنفحص اذا الرقم prime؟ هذا الشيء تعلمناه من قبل. هي عبارة عن for loop for int j equals ل 2 j less than النمبر اللي انا عم بفحصه اللي هو بهالحالة reverse j plus plus. ليش هون استعملت J؟ لأنه already أنا قاعد بلوب أساساً وقلبها I، so مش ما يصير في conflict بالأسماء يفوتوا على بعضهم. So كانت فكرة أني أفحص إذا كان الرقم prime أو لا، أنه هيدا الرقم لازم أقسمه على كل شيء فيه أرقام أصغر منه starting from 2 وشوف المود. إذا المود واحد منهم بيطلع equal لزيرو معناتها الرقم مش prime، إذا ولا واحد طلع زيرو معناتها الرقم prime. سو كنا عم نشوف if reverse لأنه هو الريفرس الرقم اللي أنا بدي أفحصه mod j equal equal لزيرو. إذا واحدة منهم قسمت معناتها هيدا النمبر مش prime، therefore ما في داعي يكفي تجارب اللوب وبعملها break. بس أطلع من اللوب بفحص إذا j وصلت للريفرس معناتها هي ولا مرة زبطت معناتها هو prime، وإذا J ما وصلت للريفرس معناتها هيدي القسمة زبطت مرة والرقم مش prime. so هون بدي أقول له if J not equal reverse معناتها prime. so console.WriteLine prime. طيب بس الجاي وين معرفة؟ معرفة بقلب الفور لوب، سو هي موجودة بس من هون لهون وانا عم بستعملها برا، معناتها الجاي لازم اعرفها برات اللوب. سو فيني اعرفها اذا بدي هون وفيني اعرفها برا. سو انا فيني اجي لهون قل له انت جاي. طيب اذا الجاي فاذا ما طلعت equal للريفرس او بالمقلوب سوري اذا الجاي equal equal للريفرس، لانه امتى بتوصل الجي للريفرس؟ لما ولا مره بنعمل بريك. سو اذا جي ايكوال ريفرس معناتها ات از برايم. طيب بس انا ما بدي اطبع على الشاشه كلمه برايم، انا بدي اطبع الرقم. مين هو الرقم اللي بدي اطبعه؟ الاي، لانه هو قال لي اف يس برنت اي، ذيرفور انا هون بدي اطبع
placeholder comma space يلي هو مين اللي هو ال i. ومشان يطلع أحلى بدل ما نعمل right line بنعمل right. وكمان مشان يطلع أحلى يكون في space بين الأسئلة والأجوبة رح نعمل هون console.writeLine ونحط بقلبها وحدة backslash n. لنراجع شوي شو كتبنا قبل ما نجربه ونشوف شو حيطلع عنا أخطاء إذا طلع عنا أخطاء. عملنا loop من number 1 to number 2. كل شي في أرقام من number 1 لنمبر 2 سميناهن i. لكل i بقلب اللوب بدنا نجيب الريفرس. الريفرس هي نعمل while طالما انه i منو equal لزيرو ونصير نجيب mod و divide. والريفرس بيتكون من الريفرس القديم times 10 plus المود. once خلصت هيدي اللوب يعني once الi صارت زيرو بطلع من اللوب بيطلع عندي variable اسمه reverse بقلبه الريفرس تبع الi. باخد هيدا الريفرس وبفوته على لوب تانية تأفحص البرايم. هاللوب تشتغل from 2 to the number reverse. بقسم هيدا الريفرس على كل الأرقام اللي أصغر منه. بهالحالة شو اسمهم كل الأرقام اللي أصغر من الريفرس؟ اسمهم J. So بقسم الريفرس على كل الJs. إذا واحد منهم انقسم ما بقى في داعي يكفي قسمة وبيطلع الرقم مش برايم. إذا ولا واحد انقسم معناتها الرقم هو برايم وصار فيني اطبع له الاي لانه الريفرس تبع الاي از برايم. سو المبدا شكله منيح رح نجربه هلا ونشوف شو حيطلع مشاكل. سو رن اعطيني اول رقم 10 اعطيني تاني رقم 100 انتر. غريب كتير طلع لي زيرو. ليش زيرو اصلا برايم؟ بعدين بدنا نجيب الزيرو. ما نحن بلشين من العشرة ما نبلشين من الزيرو. بعدين معقول ما لقى من العشرة للمية غير رقم واحد؟ أكيد في شيء منه طبيعي وفي شيء غلط. وعم بكبس أنتر ما عم يطلع. أكيد عم تسمعوا صوت الأنتر. علق سطل. أوف شو يعني سطل؟ يعني فات بشي infinite loop. كوارث. طيب كيف ممكن نعمل تريس تنشوف شو هن هالأخطاء العظيمة اللي عنا ياها بهالبرنامج؟ المنطق انه نحط النقط الحمر اللي تعلمناهن اللي هن تبعون الديباجينج تحت نشوف شو عم بيصير. طيب وين بدي اعمل ديباجينج؟ وين بحط النقط؟ هو فات بإنفينايت لوب بس انا عندي ثلاثة لوبس. اي واحدة يعني هيدي لوب وهيدي لوب وهيدي لوب. سو وين بدي حط النقط الحمر؟ انا لحط نقطتين حمر نقطة هون ونقطة هون. ليش؟ هيدي النقطة هي بعد ما كون خلصت عملية الريفرس. يعني it is good ان نشوف شو عم يطلع من بعد الريفرس. وهيدي النقطة هي بعد ما كون خلصت اول عملية برايم. يعني كل ما بخلص ريفرس رح يجيبني لهون البروجرام وكل ما بخلص برايم رح يجيبني لهون. هيك بصير بقدر شوف نتيجة الريفرس ونتيجة البرايم تا أتأكد إذا عم يشتغلوا صح أو غلط. رح نعمل run 10 100 بلش الضوء يطفي. سو نجي لهون. هلأ نحن على أول نقطة صف نقطة حمراء يعني هو خلص الريفرس. طيب تعالوا نفكر نحن مين أول رقم معنا إيه؟ نحن بلشين اللوب for i equal لنم 1 يعني i equals 10 لأنه num 1 شو بقلبه 10 مزبوط. شو الريفرس تبع 10؟ الريفرس تبع 10 هو 1 يعني إذا بوقف الماوس على الريفرس لازم شوف 1 صح. أوكي طيب يعني شكله لهلأ الريفرس شغال منيح. طيب لح نقله يكفي بس ما بدي إياه يكفي سطر سطر. بدي إياه يكفي ويوصل على النقطة الحمراء الثانية. سو حتى يوصل على النقطة الحمراء الثانية رح اكبس play اللي هي هالمرة continue. فكفى ووصل لهون. هو بيصير دغري هيك بيضوي هون انه وصل لهون. بما انه وصل لهون عم نشوف اذا j equal reverse. الريفرس فاذا هي 1. الj منين بتبلش؟ j بتبلش 2. فال2 هي منها 1 فاكيد هيدا ما لازم يطلع prime لانه j does not equal reverse. سو لازم اطلع
وكفي على يعني هذا التن ما بيستفيد منه، لازم هلا يرجع يطلع يكفي على الإلفن. وأنا برأيي الإلفن لازم يزبط لأنه الريفرس للإلفن هو إلفن والإلفن إس برايم. سو إذا هلا عملت له بلاي لازم يطلع يعيد ويوصل على النقطة الحمراء هاي، بس بيكون عم يستعمل الإلفن، يعني لازم شوف أنا الريفرس بقلبه إلفن مش ون. سو حنقول له كونتينيو، وصلنا هلا على هاي النقطة، شوفي بقلب الريفرس في بقلبه 11، كتير منيح. طيب رح نقول له بلاي تيجي على النقطة الحمراء اللي بعدها. سو الجي لازم يكون صار بقلبه 11 لأنه 11 is prime، مشان هيك ولا مرة بكون أنا عملت هيدي القسمة. سو جي equal 11 والريفرس equal 11، سو معناتها كله صح، لازم اطبع الاي والاي هي 11. رح وقف الماوس، الاي هي 0. كيف الاي 0؟ هيدا بيفسر ليش لما عم قله بلاي ويجي لهون شوف 0. فاذا في شيء غلط عم يصير بالاي. طب بعد ال11 بيجي 12، الريفرس لل12 هي 21. شوفي بقلب الريفرس في 111. شو هيدا؟ في تخريف على الاخر. سو طيب شوفي بقلب الاي 0. رح نعمل ستوب، نشيل هالنقط تنقرا الكود ونشوف شو عم يصير. اول جوله كان ماشي طبيعي، طلع تاني جوله ووصل على اخرها الاي غلط. طيب ليش؟ وين انا عم بشتغل بالاي؟ انا عم بشتغل بالاي هون. طيب شو المشكلة هون؟ شو أنا كاتب هون؟ أنا كاتب له فوت على هيدي الوايل وما تطلع منها إلا ما تصير الآي زيرو. أنا عم قل له عمال الآي زيرو، فمن الطبيعي أني لما أجي لهون شوف الآي زيرو، لأنه أنا بنفسي قلت له خليك عم تقسم الآي عتين، نقسمها عتين، نقسمها عتين تتصير زيرو. وان صارت زيرو طلع من اللوب، يعني بس وصلت لهون صارت الآي زيرو. سو لما بدي اجي اطبعها شو عم شوفها؟ زيرو. لما بدي اطلع اعمل لها اي بلس بلس شو عم بتصير؟ ون. خربت الدنيا. فاذا شو المشكل؟ المشكل انه انا لما جيت عملت الريفرس، عملت الريفرس على الفاريبل اي، فالريفرس بطبيعته بينزع الفاريبل اللي منعطيه لانه عم ياخده ويقسمه. بما انه نزعه لما بوصل على الاخر بتصير الاي زيرو، بدي ارجع اطلع عيد اللوب، هيدي اللوب صارت غلط، صار دايما الاي عم تصير زيرو. يعني نحن قبل مره ليش كان شغال؟ لانه كنا عم نجرب البروجرام على مره واحده، كنا نعمل ران مره واحده وبس. هون كاني عم بعمل ران للبروجرام كذا مره، فبما اني عم بعمله كذا مره ما فيني استعمل الفاريبل هون زيته كل مره لانه بيخرب. سو شو الصح؟ انا الاي اذا بغير في شيء، اذا بنزعه مثل ما هون نزعته، هيدي اللوب بتنتزع. سو انا ما بقدر انزع الاي، ما بقدر ضق بالاي. فاذا شو الحل؟ سو الحل اني خلي هيدي الوايل تشتغل على فاريبل قيمته مثل الاي بس ما يكون الاي. يعني الصح انه انا افتح شي فاريبل تاني، مثلا انت temp equals اي، وانا اعمل هون كل شغلي على temp. سو هون يقول له temp، وهون يقول له temp، وهون يقول له temp. هلا بهالحالة هون بتنتزع temp بس الاي ما بتنتزع، لانه انا ما حكيت معه شيء اصلا، الاي ما ضقيت فيها. سو ان ذات كيس لما بيجي لهون الاي اساها مثل الاي اللي هون، فاذا هلا اللوب لازم تشتغل صح. طيب تعالوا نرجع نجرب تنشوف اذا اسا في مشاكل. run سو 10 100. اوكي هالمره اشتغل وكان بطيء لانه عم تاخذ الكالكوليشن معه وقت، بس في شيء مو مزبوط. انا عم بطلب الارقام يلي الريفرس تبعها اس برايم. طيب ال 96 اذا بعمل لها ريفرس 69، 69 ما لها برايم، ال 69 بتنقسم على 3. يعني انا اذا هلا بجيب الكالكوليتر، سو الريفرس لل 96 هو 69، اذا قسمتها على 3 بيطلع 23، ما لها برايم. فاذا منو عم يعطيني اجوبه صح؟
عم يعطيني أجوبة غلط. أوف، ليش عم يعطيني أجوبة غلط؟ حتى نقدر نعرف ليش عم يعطي أجوبة غلط لازم نعمل تيبل ونحله على إيدنا أو نحط نقط حمر مرة تانية ونعمل إسا أكتر دايجناستيكس. بس أنا مش هنسرع، دغري حقلكن ليش عم يعمل غلط. المشكلة عم بتصير بالفاريبل ريفرس. شو هي المشكلة؟ نحن الشرط أنه لما بدي جيب الريفرس لرقم تبلش الريفرس من زيرو، لحط نقطة حمراء بقلب هيدي اللوب، رح أعمل رن 10 100. So هون أنا هلأ الآي تبعيتي هي 10، فإذا أنا عم بفحص أول وحدة أوكي رح نقول له step into عم يرجع يعيد لأنه هون هلأ بده يشتغل عليها حتى تخلص. step into step into step into اوكي. هلا نزل على الثانيه بده يفحصها اذا برايم، كمان رح نعمل step into step into اوكي خلص. بيطلع هلا لفوق i++. الاي شو بدها هي 10، شو بدها تصير؟ بدها تصير 11 اوكي. 11 اصغر من 100 منفوت، بدنا نحط بقلب التمب 11 اوكي. صار التمب بقلب 11. هلا لما بدي فوت بدي حط بقلب الريفرس لانه هيدي اول مره بالنسبه لل11. 11 هو رقم جديد، فانا هلا اول ما عم بعمل الريفرس بدي اعمل 0 ضرب 10 اف. بس ما في بقلبها 0. ليش ما في بقلبها 0؟ هون هو المستيك. المستيك انه الريفرس لكل رقم جديد لازم يبلش من الصفر. الغلطه تبعتنا انه نحن حطينا الصفر فوق فوق هون. هذا الحكي كان بيزبط لو الاكسرسايز بنعمل له ران مره واحده، بس لانه الاكسرسايز هون عم بعمل له لوب، سو الانيشاليزيشن للريفرس لازم تصير قبل كل ريفرس جديد. يعني لازم انا هون اجي اقول له ريفرس ايكوال 0، سو هون ما في داعي اقول له شيء. هلا لانه هون انا كل مره صرت عم صفر الريفرس صارت هالايكويشن بتشتغل صح على كل تمب جديد. فإذا هون كان الغلط اللي كان عندنا إيه، سو كان في غلطتين كتير مهمين بهالإكسرسايز. الغلطة الأولى كانت أنه الآي أنا عم بنزع بقلب الوايل لوب، مشان هيك الفور ما عم ترجع تشتغل. الغلطة الثانية أنه الريفرس ما بيشتغل إلا ما يبلش من الزيرو، فأنا ما كنت عم بعمل ريسات لهالفاريبل بكل جولة للزيرو. هلأ بما أنه عملت له ريسات هلأ صار بيزبط. سو إذا هلأ بعمل ران 10 100 صار كتير سريع. هديك الساعة كان عم يعلق لسبب مش منطقي والأرقام صاروا صح، لأن هديك الساعة ما شفنا 11 صار في 11. هديك الساعة أرجينا الـ 96 وهي غلط لأنه الريفرس تبعها منو برايم، سو هون أنا مني شايف 96 شايلة. سو هلأ اشتغل بشكل مزبوط. طيب إسا في كتير تغييرات بدي أعملها على هالبروغرام، بس قبل ما كفي لخبي شو صرنا عاملين لهلأ. وبذكركم دائما فيكم تعملوا داونلود للبروجرامز من antif.net. طيب بدي اطلع شوية تحسينات فيني اعملها. اي اضبط اني اعرف temp هون او اعرف temp هون؟ ونفس السؤال اني اعرف الجاي هون او اني اعرف الجاي هون، اي اضبط؟ هيدي الفور لوب بدها تشتغل عدد معين المرات. كل شي بدي اكتبه بقلب الفور لوب بده ينعاد على عدد المرات تبعت اللوب. يعني تعالوا نتخيل بدك تشتغل مليار مرة. مليار مرة بدي اعمل لي هون، مليار مرة بدي افتح variable جديد. يعني مليار مرة بدي افتح variable استعمله ارجع موته بالاخر، ارجع عيد افتح variable جديد استعمله موته عيد عيد and so on. يعني عملية فتح variable وتمويته عم تنعاد كتير وعلى شيء ما له لازمة. أكيد لما الكمبايلر بده يفتح فاريبل هذا الشيء بده ياخد وقت ولو جزء من الثانية، عيدوا مليار مرة بيصير وقت طويل. فإذا أكيد غلط أني أنا أعرف التامب هون، أنا لازم أعرف التامب هون. وساعتها بشيل التعريف من هون أوكي خلص التامب عرفتها برا، ما بقى عم ضيع وقت على تعريف الفاريبل.
نفس الشيء جي رح اعرفها هون ما في داعي اعرفها هون مش رح ضيع وقتي كل مره بتعريف الفاريبل هذا بياخذ وقت سايكلز على السي بي يو وبما انه هيدي الفور لوب قلبها جاست وان ستيتمنت سو ما في داعي افتح لها بادي رح اعملها هيك عشان يطلع شوي شكله اصغر سو حاعمل ران تاتاكد انه كل شيء هسه شغال اوكي هلا اشتغل جيد طيب تحسينات اوكي عملت توفير وفرت variables كل الاشياء عملتها هل اسا في شيء لازم نعمله يس اسا في شيء كتير مهم البروغرام لهلا فيه bug برجع بذكر bug هو غلط ما دائما بيبين معنا الايرور دائما بيبين معنا بس الباج مرات ايه مرات لا شو يعني في bug يعني في مرات هالبروغرام ما بيشتغل اف كيف يعني نعمل run انا كنت عم حط 10 100 يعني انا كنت عم حط رقم صغير بعدين رقم كبير طب شو بيصير اذا عملت بالمقلوب اذا قلت له 110 وهيك بس انتر وانا متاكد سمعته صوته لان قوات الفاسه obviously ما صار شيء ما صار شيء ابدا ابدا ليش ما صار شيء لان نحن قلنا له عمل لوب from num1 to num2 لما num1 بتكون 100 هل ال100 اصغر من 10 لا منه مزبوط سو كل هاللوب ما بتشتغل شو يعني يعني البروجرام مثل ما نحن كاتبينه بيشتغل بس اذا كان الرقم الاول اصغر من الرقم الثاني بس ما في شيء بيمنع اليوزر انه يكتب الرقم الاول اكبر من الرقم الثاني شو الحل الحل انه نحن نظبط الارقام قبل ما نفوت لهون بشكل دائما يكون num1 اصغر من num2 كيف هالشي بنعمله هالشي بنعمله باستعمال فكرة اسمها swap وبشوية conditions so رح نشوفها دغري نحن مشكلتنا عم تصير قبل ما اوصل على اللوب يعني هون so هون انا بدي اعمل check the order of the numbers أنا شو مشكلتي؟ مشكلتي إذا كان num1 أكبر من num2 لأنه إذا أصغر ما عندي مشكل فإذا بدي شوف شوف يعني if num1 كان أكبر من num2 أنا هالمشكلة اللي عندي إياها إذا طلع عن جد num1 أكبر من num2 لازم أعمل swap the numbers swap يعني بدلهم يعني الشيء اللي بقلب num1 حطه بnum2 والشيء اللي بقلب num2 حطه بnum1 طيب يعني هالإف ما بتشتغل إلا إذا كان num1 أكبر من num2 إذا num1 أصغر من num2 دغري بيجي لهون وبيكفي عادي مثل ما عملناه بس إذا كان num1 أكبر بيعمل swap بعدين بيكفي كل شيء عادي شو هي فكرة السوابينج فكرة السوابينج إني حط بقلب num1 محتويات num2 وحط بقلب النم 2 محتويات النم 1 بس اكيد بالشي اللي كتبته هون في شيء منو منطق ليش حط النم 2 بالنم 1 مش الحال تعالوا نتخيل انه هيدي بقلبها 1 وهي بقلبها 2 اوكي حطينا 2 بال1 يعني شو صار في بال1 2 وبهاللحظه شو في بهيدي كمان 2 لما بنيجي نقول له حط لي بقلب هي اللي بقلب النم 1 نم 1 شو صار في بقلبها نم 1 صار في بقلبها اللي بقلب النم 2 يعني صرت كاني عم حط هلا بقلب النم 2 مرتين نم 2 يعني بهالحاله بيطلعوا اثنيناتهم بقلبوا نفس الرقم سو سوابينج تيزبط دائما نحن بحاجه لفاريبل ثالث سو انت نم 3 نم 3 انا ما راح استعمله هذا شيء تمبوري اوكي يعني مش حاستعمله بقصد برات هالكود شو الفكرة؟ الفكرة is as follows الشي اللي بدي انزعه هون لازم يكون خبيته قبل يعني اذا انا قررت اني انزع num1 لازم اجي لهون قل له num3 equal num1 هون لما عم قل له num1 equal num1 عم تنتزع وما بقى معي اياها من بعد هيدي الايكوال بس ما بقى فارقة معي لانه انا عندي نسخة على جانب خبيتها اللي هي num3
سو هلا هون بعدين ما قال له نم 1 بقول له نم 3. فاذا شو صار؟ نم 3 بقلبها نسخه طب الاصل عن النم 1، بنزع النم 1 بخبي بقلبها النم 2 حتى النم 2 تاخذ محتويات النم 1، ما فيها تاخذها من النم 1 لانه النم 1 انتزعت، باخذها من النم 3 اللي فتحته تمبورالي خصوصي لهال السوابينج ستيت. فاذا الفكرة is as follows، بخبي واحد منهم، يلي خبيته بنزعه، يلي نزعت فيه برجع بحط بقلبه الرقم الجديد اللي خبيته. بهالحالة بكون عملت swapping. سو هلا اذا كان num1 اكبر من num2، من بعد هيدي الاف حيصير num1 اصغر من num2. وهلا اذا بعمل run منحط 110 اشتغل، وإذا بنعمل run تحط 10 100 كمان اشتغل، وهلأ صار شغال 100%، ما بقى في عندي مشاكل وصار فيني أخبيه وأعمل له save. بذكركم فيكم تعملوا download من antif.net وبشوفكم الاكسرسايز اللي بعده.